والله أيها الإخوة، لسنوات طويلة جدا تزيد عن العشرين، ما من أخ وقع في مشكلة كبيرة يبدو أنه ليس لها حل، وأغلقت أمامه كل الأبواب وسدت كل المنافذ، وجاءني مستفتيا: لا أملك إلا هذا الحديث. أقول له: صلي ركعتين في ثلث الليل الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان، قد يكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة، قد تأتي أمراض وبيلة، قد يفتقر الإنسان، قد يتآمر عليه من حوله، وقد يطعنه في الظهر أقرب الناس إليه. في حالات صعبة جدا هذا الحديث فيه الفرج. إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، هو القوة المطلقة، هو الرحمة المطلقة، هو العدل المطلق، يقول لك: ألك حاجة فأقضيها لك؟ اسألني يا عبدي، ادعني. ألك حاجة فأقضيها لك؟ ألك ذنب فأغفره لك؟ ألك سؤال فأعطيه؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ والله الذي لا إله إلا هو، سمعت من بعض الإخوة قصصا لا تصدق حول هذا الحديث، مصيبة ما بعدها مصيبة يزيحها الله عنك. لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاء، وحينما تدعو الله عز وجل وحينما يستجيب لك يجب أن تعد هذا يوماً من أيام الله، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله، يوم دعوته فاستجاب لك، يوم سألته فأعطاك، يوم استغفرته فغفر لك، يوم اعتززت به فأعزك. العبرة أيها الإخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرة، أن تناجيه، أن تسأله، أن تستغفره، أن تطلب عفوه، أن تطلب منه أن يتوب عليك، لا بد من علاقة مباشرة. أخ كريم حدث في حياته إحباط، الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية، فذهب إلى طبيب غير مسلم، طبيب نفسي. قال له الطبيب بعد أن حدثه عن قصته كلها، قال له الطبيب النفسي غير المسلم، قال له: مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس راضيا عنك، لا بد من أن تكثر مناجاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، يعني المشكلات كبيرة جدا، الطالب في مدرسته، التاجر في تجارته، الصانع في مصنعه، الموظف في مكتبه، الطبيب في عيادته، أحيانا تأتي مشكلات تسحق الإنسان، من لك إلا الله؟ بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يسوقك إلى بابه، يبتليك بمشكلات لهدف واحد، أن يسمع صوتك وأن تساق إلى بابه وأن تذوق طعم القرب منه. الإنسان ألف الحياة الدنيا، ألف الطعام والشراب والزوجة والأولاد والنزهات والسهرات والولائم، لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لا اكتفى به،
ورد في بعض الآثار القدسية أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. ورمضان كله من أجل أن تتمثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من أجل أن تقطع أملك من الخلق وأن تعقد الأمل على الحق، من أجل أن تنصرف عن الخلق وأن تتجه إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بيده، لأنه إليه يرجع الأمر كله. فهذا الحديث أولا في الصحاح في البخاري، وصحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذ يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية ثانية في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هو ينتظرك. تعاني من مشكلة؟ تعاني من مشكلة مالية؟ تعاني من مشكلة صحية؟ تعاني من مشكلة زوجية؟ تعاني من مشكلة عقوق الأبناء؟ تعاني من مشكلة انحراف الزوجة ونشوزها وتطاولها؟ تعاني من كساد البضاعة؟ تعاني ما تعاني؟ هذا الحديث علاج لكل مؤمن. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، لا يقوي عقيدتك بالله إلا الدعاء. كيف؟ أنت حينما تدعوه ويستجيب لك تعلم أنه سمعك، وأنه قدير، وأنه رحيم، وأنه مجيب، يزداد إيمانك بالله. لي صديق، والقصة يمكن من 40 عام، له أب قاس ظهرت له في صدره التهاب، فرأى بعض الأطباء أشاروا عليه بإجراء عملية موضعية، وهو يخشى أن يسمح بعملية موضعية. فجاء ابنه على استحياء وخوف منه، قال له: يا أبتي، أنا سمعت من شيخي أن داووا مرضاكم بالصدقات. طبعا زار عدة أطباء، يبدو أن التهاب متفاقم، لا بد من شق هذا المكان. فبعد أن زار كل من يعرفه من الأطباء، كلهم أجمعوا على عملية موضعية. فهذا الابن ببساطة وبحياء وبخوف ووجل من أبيه قال له: سمعت من شيخي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن داووا مرضاكم بالصدقات. والده قاسي جدا، قال له: أنا سأدفع عنك 5 ليرات، القصة قديمة كثير يعني، فإن شفاك الله بهذه الصدقة أخذها منك، وإن لم تشفى بهذه الصدقة أنا أدفعه، ولا علاقة لك بذلك. يعني يبدو أنه شديد جدا الأب. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الابن البار، وشفيت هذه المنطقة، وذهب القيح، والتأم الوضع، فذهب إلى كل الأطباء الذين زارهم وأشاروا عليه بشق المكان، وأراهم كيف شفي تمام، وأصبح لهذا الأب اعتقاد بابنه دام اعتقاده بابنه 10 سنين. يعني الله عز وجل ما خيبه،